منظمة الأوبك خلال هذه الفترة 50 عاما تقريبا التي وصلت ما يقارب النصف قرن من الزمان، وضعت الأوبك نطاقات سعرية في كل فترة تضع هذه النطاقات. الفترة الأخيرة وتحديدا خلال تقريبا سنتين بدأت الأسعار تخرج تماما عن هذه النطاقات، ما السبب في رأيك؟ أرجع إلى نقطتي أنها ليست السعر لا يحدده، لا السوق ولا البورصة، تحدد قرارات وسياسات استراتيجية. يجب أن إذا أردنا أن ننصف نفسنا ونتخذ قرارنا علينا أن ندرك أننا نتعامل موضوع استراتيجي مع موضوع استراتيجي وليس سلعي. فإذا هذه التغيرات كلها جاءت نتيجة قرارات أنا أراها قرارات سياسية واستراتيجية. مثلا هل روسيا مثلا متضرر من هذه من هذا الارتفاع في الأسعار؟ هي مستفيدة بالتأكيد. هي مستفيدة. نعم. هل أمريكا متضررة والشركات الأمريكية متضررة من هذا الارتفاع في الأسعار؟ هي من أكبر المستفيدين أيضا. فإذا كان هنالك اعتبارات سياسية واقتصادية كبيرة وليست بائع ومشتري، ويجب أن ندرك أن عملية أيضا ما يميز هذه السلعة أنها ليست بين المستهلك وبين البائع. المستهلك لا يتعامل بسعر النفط، سعر النفط الذي تتكلم عنه ويظهر وكأنه بورصة، وأنا أقول أنه ليس كذلك لأنه ليس بين بائع ومشتري، هو المشتري أو المستهلك، هذا وسطاء الشركات. نعم. التي تشتري نعم. هي شركات وسيطة. نعم. المستهلك الذي يستعمل يصل له النفط يصل له بسعر لا علاقة له بسعر الإنتاج. ويصل إلى 3 أضعاف سعر الإنتاج نتيجة الضرائب ونتيجة النقل والإدارة والربح والهوامش وكافة الهوامش التي تضاف على سعر الإنتاج. فإذا الغريب في هذه السلعة أنها تتداول ويحدد سعرها بين البائع بين طرفين، المنتج والمستورد وليس المشتري وليس المستهلك. هذا أيضا شيء يميز ويجعل عملية تركيبة التسعير تخضع للطرفين. نعم. الذين ليس بينهما المستهلك. نعم. وهذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لندرك أننا أمام سلعة ليست سلعة تجارية يستطيع المستهلك أن يقرر في سعر. المقول تحديد السعر بين البائع والشاري، الشاري اللي هو جنابك. نعم. وأنا. نعم. ليس له رأي. الشركات التي تشتري والدول التي تحدد الأسعار والضرائب هي التي تشتري وليس المستهلك. المستهلك في الغرب وفي الكثير في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية الآن سعر الغازولين أو البنزين العادي بنزين السيارات يصل له بسعر مرتفع جدا، وهو يعني يلقي اللوم كثيرا على المنتجين ويعتقد أنهم هم السبب، وهو لا يدرك أن هناك ربما 100 أو 200% ضرائب كما تفضلت. نحن أنا إذا كان هذه مناسبة لأنادي صانعي القرار بأن هنالك حاجة لنظرة إعلامية جديدة. نعم، هذا شيء مطلوب، هجومية وليس دفاعية. نحن دائما ندافع، احنا مش مسؤولين، لا، نحن يجب، انا في رايي المتواضع، يجب ان يكون موقفنا باننا المتضررين من هذا الارتفاع. كيف؟ عندي رايين سببين لادعي باننا متضررين. السبب الاول ان ارتفاع سعر النفط ما يصل لنا منه هو الجزء اليسير. نعم. وهذا الارتفاع أغلبه هو لصالح مؤسسات الشركات النفطية والدول التي تفرض الضرائب واللي هي كلها مخالفة لأنظمة المنظمة العالمية للتجارة، هذه ضريبة الكربون والضرائب الأخرى التي تفرض، والشركات التي تقوم بتقرير وتوزيع وإلى آخره. فإذا نحن يجب أن نهجم هجمة على أنك يا أيها الشركات ويا أيها الدول أنتم ترفعون سعر النفط على العالم وتضرون بسلعتنا. نعم، عملية تثقيف كبيرة. هذه عملية تثقيف وحق، يعني نعم. أنت عندك سلعة عم بتبيعها بسعر وتصل إلى
بعد أن يهلكها الوسيط ربحا، تصل إلى المستهلك بأضعاف السعر الذي أنت بعته فيه، وهو يتخيل أنك أنت تبيع بهذا السعر. هذا أولا. أنا أقول، وأنا لست خبير نفط، إنما أنا قارئ ومحلل، أدرس وأتعلم، إن أي موضوع يصبح هاما بدرجة كبيرة جدا يشكل خطرا. أنا أريد أن أخذ مثال بما يخص الأحداث التاريخية التي مرت، وأنا أريد أن أنبه إلى أن الظاهرة التي نواجهها الآن من ناحية ارتفاع الأسعار، هذه الظاهرة تدل على أن هنالك نمو وتزايد في حجم المشكلة النفطية، أي أننا دخلنا في لعبة جديدة. هذه اللعبة الجديدة ليست كاللعبة السابقة عندما كان السعر في معدلاته السابقة، وهذه اللعبة الجديدة ستفرض أوضاعا وأخطارا جديدة، لأنك عندما تصبح تملك مادة، وأنا لا أعرف أن أسميها سلعة، تصبح مادة تقرر في الاقتصاد العالمي وتقرر في مستقبله وفي حاضره وتشكل خطرا عليه في حالة أي هزات فيها، أنا أقلق. وأقول أننا أيضا بالإضافة إلى الحملة الإعلامية الهجومية التي تدافع عن حقوقنا وتلوم الذي خلق المشكلة، علينا نحن بحاجة إلى مركز دراسات استراتيجية نفطية نحن نديره. نعم. العرب. نعم. ونحن صانعون منتجون نفط نديره، ليحلل لنا هنا. نعم. ما يتم من أبحاث ودراسات وتوقعات ويحلل الأخطار. أنا أريد أن أنبه وأصيح بأن هذا الارتفاع في السعر الذي سيؤدي حتما إلى تأثيرات على اقتصادات بعض الدول في العالم، سيشكل لعبة جديدة تحتاج إلى معايير جديدة وإلى استراتيجيات جديدة. يعني نحن في عصر جديد ربما من التجاذبات. أستاذ طلال، أتذكر قبل فترة من الزمن، ربما 3 أو 4 سنوات، في إحدى المقابلات التلفزيونية ذكرت أن أسعار النفط في طريقها أو ستتجه في يوم من الأيام إلى 100 دولار، وكان يومها البترول في حدود 30 دولارا، 32-35 في هذه الأمور، واليوم البترول يقترب من 100، بل لامس 100 قبل حوالي أسبوع. فما رأيك؟ أنا الحقيقة تنبهني إلى مقابلة فعلا قلت فيها، وقلت تحديدا أن ذلك سيتم في نهاية 2007. نعم. أنا أقول الآن أن سعر النفط الرخيص الذي هو في حدود 100 انتهى. نعم. هذه حقبة انتهت، ويجب أن نعي أن النفط في الحقبة التالية هو بين 100 و200 دولار، وهي ليست حقبة طويلة. نعم. أنا أتكلم عن فترة سنوات. نعم. سيكون فيها سعر النفط بين 100 و200 دولار، وهو سعر ليس مشكلة بالنسبة لنا ولا بالنسبة للعالم. خليني أتكلم حتى الآن، لأن هذا السعر هو سعر قد يضر بعض الدول، ولكنه يفيد كل الدول التي بيدها القرار، لنقول ذلك، بما فيها نحن كدول منتجة، هذا في صالحنا، وإن كان حصتنا منه هي قليلة جدا. نعم. والمستفيد هو الطرف الآخر، إلا أنني أتكلم عن إمكانات لارتفاعات غير عادية في ظروف غير عادية، وهنا المشكلة التي أنا أريد أن تتولاها مراكز دراسات متخصصة، وأكرر أنني لست منها، وتتكلم وتبحث وتدرس ما هي هذه الاحتمالات وما هو أثرها وما يجب أن نعمل. نعم. نعم. فإذا أنا أتكلم في الظروف العادية وبدون ظروف استثنائية، يجب أن نتوقع ونتعايش مع حقبة جديدة يكون فيها سعر النفط بين 100 و200.